ترك نفسه من ثلاث: الجدل والتعالي في معاشرة الناس وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يصبر للغريب على جفائه في كلامه ومسألته، وكان يمازح أصحابه، يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، يعود مرضاهم في أقصى المدينة ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ومع شدة حبه للصلاة وولعه بها يسرع فيها إذا سمع بكاء صبي، وكان يقول: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.